أعزائي المشاهدين، ليش كده؟ بالنسبة للولد اللي كان بيغني أو المعروف بهذا حالك يا العنيد، ليش الإشاعات دي اللي طلعت زيادة عن اللزوم؟ واحد يقول الولد بينتحر، والتاني يقول الولد ما أدري إيش صار له، حالة نفسية، والتاني يقول لي أصدق مين؟ أنا بعرف أصدق مين؟ واحد يقول لي في الرياض، والتاني يقول لي في جدة، والتاني يقول لي في جيزان، والتاني يقول لي في سكاكا. كيف أوصل الولد؟ طب لو سافرت الرياض وقعدت أدور عليه هو هنا جنبنا هنا، المشكلة تجيني معلومة، المعلومة اللي بعدها عكس المعلومة تماما. هذا ولد في المتوسطة ويدرس في الرياض، هذا ولد في الثانوية ويدرس في جدة، كيف أصدق مين؟ مرة جاية يا جماعة، يعني بلاش الإشاعات دي زيادة عن اللزوم، يعني لا بتفيدوني ولا بتفيد الولد، بالضرورة إحنا الاثنين. وفي النهاية كمان بعتذر يعني للبني آدم اللي ما أعرف اسمك، أنا آسف وأعتذر. وبالنسبة للمشاهدين يعني بقول لكم إن شاء الله ما تتكرر، والمرة الجاية حنتبه. بس في تويتر كذا وصلت لي صور إنه البني آدم يعني مبسوط. بالنسبة للفيديوهات هذه حقت المضاربات اللي في اليوتيوب، يعني ليش أساساً في مضاربة؟ ليه يعني تتفرج على الفيديو يعني تشوف مضاربة بس ما تعرف السبب؟ تحصل الكومنتات كله تأليف، هذا عشان عاكس أخته، ما حد عاكس أخته، فين؟ إيش قاعد نسوي؟ ليه شغل الديوك ده؟ بك 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 بك. وزي اي مضاربة ديوك طب هذا وقف ونزل وغلط، انت ترجع تغلط اكيد حتصير. طب لحظة اللي صور يعني فارع، خليك نشمي وفارع، ما يحتاج يعني ان تكون جدا مشغول في التصوير وتوثيق الحدث. لو ماتوا قدامك يعني ما شاء الله ماتوا، ما حد استفيد شيء. لا والأخص يعني مضاربة في مجمع العرب، فين المضاربة؟ أنا شايف رجول مضاربة في مجمع العرب، لا ولي وجه كمان يرفع الفيديو ويسميه مضاربة ما أدري فين. يعني انت لا فرحت ولا سويت اي شيء خير، واذا ما تبي تدخل نفسك في مشاكل وما ادري ايش، خلاص اسحب نفسك وامشي، يعني مو لازم تصور كذا و... اما احمد بريك انضرب، اخيرا يا شيخ. انا يعني هم اكثر اثنين بتابعهم في حياتي، احمد بريك وسانشيرو، هذول الاثنين كل مضارباتهم مين احمد بريك؟ جايب لي فيديو فرحان فيه احمد، ستيف جوبز، وفاة ستيف جوبز، يعني مين احمد بريك؟ يعني اساسا في الفيديو في 700 شخص، مين فيهم احمد بريك؟ يعني كان حطيت سهم ولا اي حاجه؟ طب اكتب سيرته الذاتيه شيء، حط سيرته الذاتيه، خلينا نتعرف على احمد بريك زياده، لانه فعلا يعني احنا نبغى نعرف مين احمد بريك هذا اللي ترفع له فيديو، يعني والمفروض نعرفه من نظره، نرمقه من بين ال 2000 شخص هذا اللي في الفيديو، لازم نعرفه، لا تحرمنا ارجوك. ف يعني قول يعني اول باول فيديوهات احمد بريك انضرب، ما انضرب، راح الحمام، خرج من الحمام، كذا ابغى زي كذا، ابغى يعني اول باول، الله يخليك ارجوك يعني. ايش في الشماغ شيء حديدي؟ انت من جدك؟ يعني اول شيء الترمان بنيته الجسميه يعني بتساعده، انت قاعد شايفك تطير، وايش فكره اللي ما تتطور تصير قطري؟ بس حتى لو الترمان سعودي يلبس توب ومتلتم، يا عمي حتى لو اديته جنسيه مستحيل يلبس توب، كيف حيتضارب بتوب؟ وما شاء الله يا عمي لما تطير ما شاء الله مركب جي بي اس، بتروح للشرير في بيته، لكل واحد ما طله في بيته، يا عمي مين اللي شرير بالضبط يعني، انت ولا هو؟ لا وقال لك وطار
وراح مشوار تقول هذا بني آدم رايح بيروت، نزع نفس الحوش اللي تضارب فيه قبل شويتين، وجاء قال لك قال لك قال لك بيضرب الضرب القاتل القاضية. لا والثاني أخينا في الله ما شاء الله مستنيه، ما أدري إيش بيفكر رجال قاعد مكانه له ساعة هذا بيلو. ويا حبيبي حط شوية قصة يا عمي في الموضوع، أمتعني شوية إن أنت روحت وبعدين هذا بني آدم بتضربه ليه؟ اديني سبب انك بتضرب هدول كلهم اللي هم نفس الشخص. 14 كاميرا تصورك وانت بس بتديه ضرب بالسيف. ستبين ستبين خلاص يا عمي انا تعبت، انا طفشت نفسيا يا عمي، اضرب اضرب خلاص بسرعة. رجل حديدي سعودي، ايه يا عمي فك، انا قالك رجل حديدي سعودي لا ويه يا عمي. ولما يعني بيرجع الحياة عادية يلبس توب نوم، هو الرجل الحديدي يضرب ينام؟ سلام سلام سلام. انت على بالك الخروف متحمس معاك وداخل معاك جو انه عسكري وكذا؟ استعد استلح استعد استرح. الخروف جوته جالس يقول يا ليتني ثور كان وريتك دحين كيف تستعد وتسترح. يعني مشاعره ملخبطه، هو مو عارف يعني هو حينضرب بوكس ولا حينذبح نهايه اليوم ولا بس حياخذ لفه في الحوض حقكم هذا اللي عسكريه ما شاء الله قلبينه. هذا الخروف هذا لازم ترسلوه في برنامج خرفان جوت تالنت يا رجل. خروف ثور، انت فاهم انت فاهم ايش قصدي؟ خروف ثور يعني حرام خروف زي كذا مواهب ثور في النهاية ينتهي في صحن مندي. أدوه فرصة ممكن يصير ثور يوم من الأيام، ممكن يصير حاجة يعني رائعة بيشرفكم يا شيخ. أنا متأكد لو الخروف ده كان ثور ما كان مزحت المزح ده أساسا، ما كان صار العسكرية دي أساسا، الفيديو ده كان ما كان موجود أساسا يعني في اليوتيوب، كان أنه استرح انتهى الفيديو. إيش بتسوي يا جدة؟ على الفيسبوك. إيش بتسوي على الفيسبوك؟ برسل وصفات مازولا الجديدة لصحباتي. جدة كم فريندز عندك على الفيسبوك؟ 5475. وانتي كم فريند عندك؟ 119. 119؟ يا جدة يا خراطة، فين جايب 5557؟ إذا الفيسبوك بس بيسمع الخمسة آلاف صديق والتاني تصدقك. إيش الفيديو ده اللي كاني بتفرج على مسلسل تركي؟ يا جدة إيش تسوي أنتي في هذا المكان؟ أنا جالسة على الفيسبوك. كم عندك فريندز في الفيسبوك؟ 119. إيش يضحك؟ ما يضحك 119، على الأقل ما كتبت ما قالت 5755. يا خراطة يا جدة يا خراطة أنت. مؤمن 119 119؟ ما يضحك 119 119. هيا انا اوريكم دحين عشان الفيديو الخراط حقكم ده، ارسل وصفه للفيسبوك حقكم الموقع. بيض متشمس اوكي، فلفل بدون ملح. يا جدة ما هنا، يا جدة اديني واحد فريندز من الفيسبوك. اديتني فريندز من الفيسبوك الجدة، ما اعرف ليش. دحين بوريكم ابداع من سلمى غولمان وصديقاتها، فيديو غنائي باسلوب وجوه الدكن يعني تشين فيسز. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. نهاية الحلقة أقول لكم لا ما خلاص كفاية شحاتة، ما أقول لكم سووا سبسكرايب
إيه لا لا سو 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 سبسكرايب وتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، وسلام عليكم.